الحبة السحرية. قبل ما نبلش في لهذا الفيديو بدي أخبركم إنه في شخصية جديدة، شخصية مصرية، وكرمال هاي الشخصية بدنا نوصل هذا الفيديو للميتين ألف لايك. ويلي مو مشترك بالقناة يشترك بالقناة ويفعل زر الجرس وتابعوني على إنستغرام. وهلأ بنبلش في الفيديو. ماما بدي اتزوج، الله يوفقك زوجيني. تتزوج زواجة قبرص ان شاء الله ولا فصعون، لسه حفاضاتك ما نشفوا تحتك انت. لك امي حفاضات شو، انا صرت كبير وانسان طازج. طازج قلتلي، ولك ارحمنا يا رغيف الخبز. لك قصدي ناضج ناضج. ايه خلاص ما في زواج، روح كمل دراستك ولا تشرب مي بالليل مشان ما تعمل تحتك، ها لانه مو ناقصنا نغرق بشخاخك. ايوه انا اخوك الكبير ولا لازم تسمع كلمتي. اما تسمع كان يسمع كلمة عصام احل عنا. لا يا واطي، لك ضاعت تربايتي فيك، ولك يا حوينك الخرجيات يلي كنت اصرفهم عليك بالشبسات. انت خروف شو اعمل لك. ما اسمع ياض، فتح مخك معايا وبلاش حركات العيال دي عشاني ما بحبهاش. انت تاخد لك الحبة دي وهتحل كل مشاكلك مع اهلك، فهمني ولا مش فاهم؟ خد لك الحبة دي. شو هالحبة يعني؟ مانع حمل؟ لا ايه؟ مانع حمل؟ لا ده مانع اسهال. اسمع ياض، انت هتاخد الحبة دي وحيحصل زي ما انت عاوز مع اهلك، حتدعيلي حيصيروا زي الخاتم في اصبعك زي ما بقولك ياض. مشان الله خليني افرح فيك وزوجك، ولك صرت قد الحيط. هلا صرت قد الحيط؟ مو على اساس الحيط بيلبس حفاضات؟ ما بدي اتجوز. لك مشان الله، امبارح جبت لك 10 بنات وما عجبتك ولا وحده، اليوم رح اجيب لك 25 بنت ورح تنقي منهم وحده. وحده؟ ليش البخل امي؟ فيني اختار 4؟ ولك ان شاء الله بتقبر قلبي شو نسونجي، والله بيطلع له. هوي هوي منيح، بشرفي لربي كلاب الشوارع فيك يا واطي. الله يسامحك يا تاج راسي، انا اخوك الصغير. هلا صرت اخوك الكبير ما بتقلي معه خاروف لكان؟ اعطيني خرجيتك لشوف. ليك وين حاطت المصاري كمان؟ ولك انت انسان ولا مكمورة شي؟ روح انقلع من خلقتي. ابي بابا يلا قوم على المدرسة. خليني نايم شوي، الله يوفقك يا ابني. بالله شو لك، شو هالاباء هدول؟ لايمت انت بدك تضل قاعد عم تصيع وتسهر كل الليل؟ قوم لا تخليني عصيب. ولك يا ابني انا على ايامي. لا تكمل، انا على ايامي كنت اكل منك بهادل وطيارات، انا على ايامي لما كنت تكون نايم تفيقني من نومي وتقلي قوم صب لي كاسة مي، انا على ايامي لما كنت اطلب منك مصاري تضربني وتقلي ما معي مصاري. انقلع. خلص كرمال الله رح تبكيني، بخطي رح تشر من ورا الدراما تبعك. ليكني قايم قايم. يلا لشوف قوم، ويا ويلك ما تجيب علامات عالية. ايوه كل حاجة زي الفل، مية مية. لك مشان الله اللي انت من وين جبت الحبة؟ من عند المارد تبع الفانوس السحري؟ مارد؟ انت بتستعبط ولا بتتهبل ياض؟ مارد ايه وسحري ايه وزفتي ايه؟ انت مفتكرني ايه، علاء الدين بتاع مصباح؟ ولك مشان الله ركز معي، عم بتخيل شغلات غريبة. انت بس قلي شو بتعمل هاي الحبة؟ اسمع ياض، دي حبة هلوسة، تاخدها من هنا وتتهبل من هنا. شو؟ حبة هلوسة؟ يعني انا كل الشي اللي عم يصير معي هاد مو حقيقي؟ طبعا مو حقيقي يا ندل، يعني ما احلاك وتفيقني من نومي على المدرسة. والله ما احلاني اجيب لك بنات على البيت، روح انجح وخذ الشهادة وبعدين انضرب على قلبك عشاء وتمعشى. وما احلاني اسمع كلمتك لتكون فك حالك جبل شيخ الجبل يا تيس. لك العمى
شو عم يصير؟ هات هات اعطيني حبة تانية. لك وين اختفيت؟ انت عبيت ولا ايه ياض؟ ما انا قلت لك من الاول كل ده خيال، حتى انا خيال. ابلع. استعداد هجوم.